تتصل. ماله؟ نص ساعة بس. يلا حياكم حياكم جماعة، تفضلوا. بسم الله بسم الله. سيد عباس تفضلوا تفضلوا داخل حلقة النقاش. سيد نزار تعال ادخل ودخل ربعك وياك. سيد فاضل نص ساعة تعال، ما عندك تواصل اجتماعي تعال ادخل، انت ابو التواصل الاجتماعي تعال. تعال يا سيد جعفر تعال، ابو البلاك بيري تعال، الوحيد في المرخ اللي عنده بلاك بيري. سيد باقر حياكم. سيد علوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. في البداية طبعا وسائل التواصل الاجتماعي تكاد تكون أخذت مساحة أكبر مما ينبغي في واقع الإنسان بشكل عام. البعض يقول أن هذا الموضوع حين نطرقه يا سيد جعفر ليس ذا فائدة. أنا من وجهة نظري هو ذا فائدة وليس ذا فائدة. ذا فائدة من ناحية أنه أخذ الموضوع موضوع برامج التواصل الاجتماعي أكبر من حجمه، فصار الإنسان في الوضع الحالي الموجود يستهلك من وقته أكثر من الصلاة ومن القرآن ومن كثير من الأمور. هذا واحد. اثنين، أنه ليس ذا فائدة مثل ما قلنا أن البرامج ما تستاهل هالوقت اللي إحنا نأخذه فيها. أنا في له، وكذلك إحنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، له الويكيبيديا استخدام له المؤقت البطيء غير الفيسبوك والتويتر والواتساب، يسمونهم المؤقت السريع، يعني سرعة تواصل المعلومة سريعة. فأنا أخذت هذا التعريف من الويكيبيديا، وسائل الإعلام الاجتماعية اللي أصبحت فيها إعلام العولمة يسمونه. مجموعة من تطبيقات الإنترنت اللي تبنى على أسس أيديولوجية وتكنولوجيا من الويب، يعني بمعنى آخر ما نستخدمه هو تكنولوجي وأيديولوجي. احنا مخترقين من جميع النواحي. واحد يقول انا لا يعني معلوماتي وكذي، لا احنا مخترقين. تسمح بانشاء وتبادل المحتوى الذي يتم انشاؤه بواسطه الويب. وسائل الاعلام الاجتماعي هي وسائل الاعلام للتواصل الاجتماعي كمجموعه شامله وراء التواصل، غيرت وسائل التواصل طريقه تواصل منظمات. في السابق كنا تواصلنا فيس تو فيس، الحين أصبح التواصل عبر الأجهزة، ويقولون أصبح الإنسان رجع مرة ثانية إلى وحدته. أنا بس بضع دقائق وباخذ من عندكم المشاركات. تصنيف وسائل الإعلام الاجتماعية، تأخذ تكنولوجيا وسائل الإعلام العديد من الأشكال مثل المجلات، منتديات الإنترنت، مدونات اجتماعية، مدونات صغيرة، ويكي، شبكات اجتماعية، مدونات صوتية، صور، فيديو، كل هذه عبارة عن وسائل تواصل اجتماعي. مناخذ النقاش عبر عدد من المحاور، وبعدها يعني مجرد كل واحد مدة دقيقتين منشوف كل شخص وش اللي أثرت في حياته وسائل التواصل الاجتماعي، وش الأثر السلبي. أولا وأنا بتكلم عن نفسي بشكل أساسي، الوقت وقت التواصل الاجتماعي الموجود اللي أنا أثرت فيه فعلا، ساعة واحدة إلى ساعة ونصف تستهلك من وقتي، عفوا من ساعة إلى ساعتين، نعتبر طبعا كل شيء وسائل التواصل الاجتماعي.
ما أقول بس الواتساب، الواتساب، الفيسبوك، تويتر، اليوتيوب، هذه كل ويكيبيديا، كلها وسائل تواصل اجتماعي من سريع إلى بطيئة. هذا واحد. اثنين في الوقت. اثنين البرامج، أنا أستخدم في الدرجة الأولى واتساب، يوتيوب، ساوند كلاود، ويكيبيديا، تويتر. في ناس آخرين مجلة من المجلات بعد اللي أستخدمها، في مجلة جدا ممتازة على الرغم أن الآن التوجه صاير بعكس هذا التيار، مجلة جدا راقية ومعرفية اسمها مجلة الجزيرة. مجلة الجزيرة فيها مواضيع جدا راقية بالإمكان الاستعانة بها. أولا الوقت، وبعدين أنواع التواصل الاجتماعي وش اللي أثرت من إلى. في كثير من الأحيان التواصل كان مثل ما قلنا وجه لوجه، أصبح الآن التواصل عبر الجهاز، وهذا عادة ما يأتي بالمشاعر وتنقلب المشاعر فيه. ممكن مشاعر الشخص سلبية وهو يسويها إيجابية، وممكن اسمه إيجابية وهو يسويه سلبية. فمناخذ أول مشاركات. دقيقتين سيد حمزة تفضل. السلام عليكم. بس أنا بغيت أضرب لكم مثال، يعني أنا الحين تلفوني مخترب علي، فما قاعد أتواصل، يعني مثلا إحنا في جروب الماتم الجمعية، يعني هذا أقل شيء، يعني فما قاعد أتواصل كأنه الحين مقطوع، يعني من هذا الإيجابيات. يعني غير بعد إنه مثلا الأخبار، مثلا الأخبار الأول إنك تحتاج تقعد في التلفزيون وتقعد لك وقت، يعني هذا الحين لا، تقدر في تويتر تقدر تحصل الأخبار أول بأول. تمام. فيعني هاي الأمور أنا بغيت أوضحها لكم. ممتاز. سيد حمزة طبعا شو اسمه في هاللحظات أو هالأيام خارج نطاق التغطية، اليوم شغلة بس قاعد إن أنا لحظة سيد. تمام سيد نزار، مو مداخلة بس سيد حمزة الظهر يبغى نشتري له تليفون. مشاركة ثانية. تمام سيد طه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موضوع التواصل الاجتماعي، يعني التعريف اللي جبته سيد عمار تعريف يعني دقيق، ولكن بصورة مختصرة هي وسيلة للتواصل بين شخصين، وسيلة إلكترونية للتواصل بين شخصين أو أكثر. زين. في الكثير من المواقع الموجودة ولكن ما تعتبر تواصل اجتماعي، تعتبر إما أنك تتلقى منها معلومات. زين. يعني ما في هذا الانتراكتيف، ما في التواصل. مهم يعني، أو بالأحرى لما نجي نتكلم عن التواصل الاجتماعي نتكلم عن عنصرين، نتكلم عن تواصل، والتواصل معناها يعني أخذ وعطاء، أعطي معلومات وأستلم معلومات. لذلك الأمثلة اللي طرحتها سيد عمار، أنا أتكلم هنا عن الناحية الفنية. الأمثلة اللي طرحتها الواتساب، تويتر، اليوتيوب، هذه كلها لأن إحنا قاعدين نخلقها. يعني تقنية موجودة ولكن فارغة من أي معلومات، إحنا اللي نعبيها. زين. وهذه هي يعني مفهوم التواصل الاجتماعي. أتذكر أنا قبل يمكن 10 سنوات أو أكثر، في أيام المنتديات، إذا تتذكرون لما كانت طفرة المنتديات، صارت ندوة هني في الماتم، وسألت أنا صفتي متخصص في نظم المعلومات، أتذكر سألت شلون نقدر نسيطر على النشء في دخوله لهذا العالم، خصوصا أن عالم الإنترنت أيام الشبكات والوايرات اللي تمدد من بيت لبيت سوت طفرة، وطفرة تقريبا مفاجئة. يعني خلال أقل من سنة الكل صار عنده إنترنت، والكل صار عنده هذا الجهاز اللي من خلاله يدخل على ويعني ومن ذيك اللحظة بدأ السيطرة على هالأمور صعبة. أنا كنت أقول كلمة يعني أتذكرها للحين، كنت أقول إن بعد هذا الزمن لازم ننسى موضوع شيء اسمه منع، لأن المنع أصبح فنيا غير ممكن. زين. يعني وهذا اللي قاعدين نعيش الزمن الحين،
والعصر اللي قاعدين نعيشه يثبت يعني اللي قلناه انه خلاص كل واحد جهازه في ايده، يدخل الحمام تليفونه في ايده، يتاسف اذا دخل الحمام والتليفون مو عنده. زين، لانه يعتبر انه بيضيع وقت داخل بدون ما يتواصل يد هذه. في المسجد بين الفرد والفرد طلع التليفون وقام يشتغل والى اخره. فمساله يعني تبقى المساله الحين مساله وعي ومساله توجيه ومساله يعني توجيه، بحيث يعني استخدام هذه، لان هذه فيها ايجابيات طبعا واجد. يعني نتكلم احنا عن سلبيات ولكن ايجابياتها غير محصوره. يعني اليوم الوالده الله يطول عمرها عندها تليفون وفي واتساب، عندها ثلاث بنات في الامارات، عندها بنيه في من بناتها متزوجه وفي ساكنه في بنيه عيسى، عندها بناتها اللي في المارخ، عندها اولادها في جروب واحد بكل سهوله. قبل الفطور تعرف حتى فطورهم وش بياكلون. زين، بينما كنا نتذكر سنه ما اتذكر كم سنه اللي سوى حادث سيد امين، اتصلوا من الامارات، الوالد ما كان في البيت، انا شلت التليفون، وين ابوك؟ قلت لهم والله ابوي في بيت سيد احمد، سيد محمد يتسمع. ما اتذكر وش كان عندهم مناسبه. روح قل ليه يجي ونتصل عقب هالقد. وعلى ما جاء وعلى يعني شوف صعوبة توصيل المعلومة في ذيك الفترة، والجيل اللي قبل كان أصعب بعد. والآن بكل صعوبة. زين، واليوم تمام. خبر زين. مشكور سيدنا سيد عباس. عليكم السلام. سيد طاهر، رجعكم يمكن إلى حوالي 15 سنة، نرجعكم إلى يمكن حوالي قبل 40 سنة. يتذكر محمد، يتذكر أبو حسن، يتذكر سيد عبد الأمير. كيف كانت كنا إحنا إذا سافرنا بالشهرين أو بالثلاث أشهر ويا أبوي الله يرحمه ويا يعني عمومنا الله يرحمهم جميعا إن شاء الله، كانت الرسائل اللي توصلنا يعني توصل الرسالة عن طريق ممكن عن طريق البريد أو عن طريق الزوار اللي بيجون مكتوب فيها الرسائل. أنا عندي نماذج من الرسائل اللي وصلتنا في العراق. إذا قعدنا بهلقت شهر كيها شكل وما توصلنا الرسالة إلا عقب 20 يوم مثلاً أو عقب شهر ومكتوب فيها يعني الأخبار، أخبار القرية وأخبار البلد اللي يعني ما احنا مشتاقين فيها واحنا قاعدين هناك في بلد غربه. فايش قد نستانس وايش قد نرتاح. فيعني الوقت جدا الحين خلينا ناخذ وسائل التواصل. الحين وش انت تشوف بالنسبه للسلبيات الايجابيات الموجوده؟ طبعا هاي الاتصالات الحين الثوره المعلوماتيه هذه سلاح ذو حدين، ان احسننا استغلاله فشيء جيد، وان اسانا استغلاله فهو يعتبر مضيع للوقت ولا سمح الله وتاخر للطلبه، وهم بعد ياثر صحيا على يعني في يعني كليب جاي على اساس انه يعني لازم انك نصايح انك انت لازم تستخدم وقت لما تستخدم التليفون لازم رافع رقبتك كذي، والا في جاي يجي كله محند بهالشكل كذي. هذا احد اللي هو اللي يستخدمون يمكن في احد الجروبات شفتونها، يقول انا يا جماعه بطلع من كل الجروبات لان رحت للطبيب وقال لي عندك ضغط مرتفع في العين. العين فيها كثير من الامور والانسان مفترض انه يحافظ على عينه. فقالوا لي ضغط مرتفع في العين، كم تستخدم الجهاز؟ قال لهم كذا ساعة، قالوا لي لا تستخدم الجهاز هالمدة الطويلة. فبالتالي هذه أحد السلبيات. عندنا معلم المعلمين في المدرسة شهر رمضان يحذف الواتساب، يحذفها خير شر. طبعا إذا حذفه مرة ثانية رجعت ترجع كل الجروبات وكل المحادثات اللي فيه. ناخذ مشاركة ثانية. سيد أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام. يمكن عندي نقطة غير اللي شوية طرحتونها عن التواصل الاجتماعي، يعني بتكلم بشكل عام عن التواصل الاجتماعي ويعني الأساس اللي يستخدمونه فيه، أو إنه واحد من الغايات، لأنه يعني خلينا نقول القوى الكبيرة، قوى الاستخبار العالمي وغيرها، إن توظف يعني طريقة التواصل الاجتماعي في عدة عوامل. مثلا عندك العامل النفسي في الحروب، وإحنا واجد منجر له، يعني حتى مثلا خلينا مثلا بما أننا شاهدين اللي يصير في العراق، اللي يصير في سوريا، يصورون شي لنا وإحنا نصدق ونروح فيه ونتناقل الأخبار، وهو كله ويش في الأخير
في غرفة عمليات تبغون نصدق واحنا نروح في شيء. وش الثاني اللي هو يسمونه طريقة الاستعمال، مثل حتى طريقة التحكم، طريقة التحكم في 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 تمام بعد اوكي اوكي في فيديوهات، في بعض الاخبار، في طرف تبات النشر، وفي بعض الحدث يعني اليوتيوب اكبر مثال. فيمكن اللي قلتونا كل هذا الشيء صحيح يعني عنه يسمونه طريقة التواصل كذي، لكن اساس النشأة في يعني سبب اكبر يعني تأسست علشانه ويستغلونه. يمكن احنا نقول لا ده احنا دينا شلون يستعملون، احنا يعني أتكم من يستعملونه، لكن في الاخير احنا مجرد تصديقنا لاشياء واجد تتناقل في جهد بما نصدق، احنا وقعنا في فخ في جزء يعني معين. تمام. في مشارك عادل ابو غسان وسان تفضل. طبعا مطرف في رايي شوي، بفاجئكم برايي شوي. طبعا شو اسمه للعلم سيد حمزه ضايع تلفونه فلا تكلمه في السياسه. مطرف انا في رايي فبفاجئكم شوي في رايي. انا اعتقد ان هي نظريتي ان بعض الداء دواء. شلون بعض الداء دواء؟ يعني الوسائل هاي شبكة التواصل فيها سلبيات. تمام. لكن احنا نحتاج لها السلبيات ساعات في بعض الأمور. يعني أنا أبضيك مثال، الغرب في نظرنا احنا نتعامل معها تعامل سلبي وإباحية، لكن الغرب متطور. الغرب متطور. احنا نتعامل بهالقرآن وهذا، عندنا داعش وغير داعش. احنا المشكلة في وين؟ أنا قلت لك متطرف في رأيي. المشكلة أنا أقول حتى السجائر اللي نشربها الضار بس فيها فائدة. يعني كبيرة والله الصراحة. أنا أشرب سجائر. عادل هذه إيش اسمه؟ احذفوها من المضبطة جماعة. أقول وين؟ أقول الوسائل. يلا باقي عندك نص دقيقة. إن بعض الدواء يعني إذا ما تعيش التجربة ما تعيش الفهم. تمام. ممكن الشيخ يعرف وش تمام. السيد. إيه تمام. إذا ما تعيش التجربة ما توصل للفهم الكامل. شكرا. مشكور. سيدنا سيد هاني. ها بس عجل نخلي للختام ختامها مسك. سيد نزار عندك شيء؟ سيد حيدر. سيد حيدر. كم تستخدم وسائل التواصل؟ كم من الوقت؟ وش البرامج أكثر شيء اللي تستخدمها وسائل التواصل؟ وش الأثر سلباً؟ طبعاً السلام عليكم جميعاً. عليكم السلام سيدنا. سيد سيدة أشار إلي قال ما نخلي لأني أنا صدق عندي. هذه ذو حدين مثل ما قالوا الإخوان. الاستخدام الصحيح تفيد، تستفيد منه وتفيد غيرك. والاستخدام السيء تضر نفسك وتضر غيرك مثل ما السيد في محاضرته. تمام. فإذا واحد يلتفت يعني يستخدم الطريقة البسيطة اللي أول ما يؤدي نفسه من الناحية الصحية وما يؤدي نفسه أيضا يحط على روحه ذنوب وبلاوي بهالمراسلات اللي ما فيها فائدة. ومسألة هاللي الحين هاللي طرشونه فلان طرش وأنا أصورها وطرشها وهذا يأخذها أصورها وطرشها يمكن حتى بدون ما يقرأ. وواجد في أشياء تترسل وتبث أمور مي في محلها وهو لأنه ما قرأها. فيجب على الواحد اللي بيتواصل في مثل هذه الأمور يشوف الشيء ودرسه هل هو يستحق أن يرسله أو لا حتى يفيد نفسه ويفيد غيره. تمام. وإلا يترك يعني لأن المشكلة شنو؟ يعني أنا واحد أقول لك عن نفسي بعض الأحيان أكون يأخذ الوقت يقتل الوقت. هذا استخدام الواتساب. أنا أشياء ثانية ما أستخدم. ما عندي فراغ لي. عندك بس الواتساب تستخدم. أي أشياء ثانية غير ما تستخدم. قليل أروح لا تويتر لا فيسبوك لا لا هاي غير فيسبوك بعد واحد ثاني تويتر لا ولا تويتر بعد إنستغرام. إنستغرام شوي قليل يعني واتساب في الدرجة الأولى وإنستغرام والباقي صفر. واتساب في الدرجة الأولى عندي. أقول يمكن في بعض الأمور في بعض بعيد الشر عنكم وفيات أو شيء على أساس إن إحنا نقدر نحضر أو نشارك. كم من الوقت يومياً؟ ساعتين؟ لا أمر مرور الكرام وساعات. بس أقول يا ريت حصل واحد بس يمحي الأرقام اللي أطلع الخضراء هذه يمحيهم. ما أبغى أطالع ما عندي وقت. والطقطقة هذه ساعات أنا أبندها أنا تأدي لين جيت أنا
ترى هذا بعد في سلبية بين الرجل وزوجته أسباب هذا. ساعات يكون حتى من المرأة أو من الرجل نفسه. إذا جيت استلقيت هالشكل عشان بنام قلت خلي بعد شوف. عاد أنت من تقعد تشوف خلاص هذا يجرك وهذا يجرك وهذا يجرك. وتقعد لك نص ساعة. بس يقعد لك إيه ما يقل عن نص ساعة أو أزيد. لأن أنت تبغى. مع الرغم إنه هذا الوقت مفترض تقضيه مع العائلة ومو مع أهل. مفترض إن أنت تقعد مع الزوجة لكن أسباب الانشغال يمكن ما يكون عندك وقت. فوقتك متى يصير؟ يصير وقتك لين جيت على الفراش. تمام. فأنا أحس لما أرفع هذا التلفون كذي أحس هني إيدي تألمني. هذه مشكلة صحية. هي سلبية. بالإضافة لساعات تنقلب كذي وأنت طالع. ساعات تنقلب كذي وأنت طالع. فمتعب السيدة تضحك لأنه يمر بنفس المشكلة. عدل. وش هو بعد؟ سيد. على كل حال بترفع إيدك. زين. إلى بعض الحالات شو اللي يصير؟ صور بعض الحالات شو اللي يصير؟ إن أنا جيني النوم وأنا مجد التلفون وطيح من إيدي. وطيح على الصدر. يطيح من إيدي. التلفون. زين فأنا من يطيح رديت شلته بسرعة بقول لي زوجتي حتى النوم جاتك وأنت من تحال مني. سيدنا. فيعني هذه أمور الواحد يتجنب. والله هو في يعني فائدة وفي. مشكور سيدنا. عبد الله عندك شيء؟ عطى المايك عبد الله. ما عندك شيء؟ أبو عماد. سيد حسين. سيد حسين تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أول مسألة قلتونها ذكرتونها هي الوقت. تمام. وسائل التواصل الاجتماعي تأخذ الوقت هذا شيء طبيعي. فأعتقد أن أهم مسألة هي أن الشخص نفسه يكون عنده كنترول. إن أنا أضبط وقتي خلاص. أنا هذا الوقت ما يأخذ من أسرتي، ما يأخذ من عملي، ما يأخذ من حياتي الخاصة وما إلى ذلك. يعني الإنسان إذا ما عنده هذا الكنترول فهذه شوي مشكلة تصير أمره. وسائل التواصل الاجتماعي أنا حضرت إليها دورة في فترة الأخيرة قبل كم شهر، كانت عن شركة ديل اللي هي مال الكمبيوترات. كانت تعرض تجربتها شلون هي عندها حسابات في كل شبكات السوشيال ميديا اللي هي اليوتيوب، التويتر، الانستغرام. شلون يعني يقول لك تستخدمها وشلون تدير حساباتها، تستلم ملاحظات من الكاستمر، تتابع هذه الملاحظات، شلون توصل هذه الملاحظة، شلون تتابعها، شلون تحل هذه المشكلة. احنا بعد قاعدين نعيش هذه الشغلة في مؤسساتنا وكلنا نشوف على سبيل المثال الماتم. كلنا قاعدين نشوف حساب الماتم في الانستغرام شيء يعني مذهل بصراحة ومفخرة إلينا كقرية وباقي المؤسسات. طبعا نتقدم للجنة الإعلامية وإدارة الماتم بالشكر الجزيل الجهود اللي قاعدة تبذلها. فلذلك أنا اللي أبغى أقوله أن هناك فوائد كبيرة وهذه هي أحد الفوائد، نشر الإعلام ونشر الثقافة من خلال هذه الحسابات. تمام. فهذه اللي عندي. شكرا. شكرا سيد حسين. تمام. نص دقيقة سيد حيدر. سلبية عندك. في سلبية إن إحنا مشكلة وخطيرة وهي استخدام الواتساب أو التلفون أثناء السير. أي صح كلامك. حوادث ممتاز. واجد ووفيات كل أسباب استخدام كل التلفون. لو كان استخدام التلفون اتصال بالتلفون كذي يمكن أسلم من استخدامه بالكتابة. استخدام الكتابة والنظر في التلفون أثناء السير خطير، فأنا أحذر منه الناس قدر ما يمكن. أشكر سيد حيدر. طبعا هذه نصيحة للجميع. سيد حسين باعتبارك أنت مستخدم كثير للوسائل، الساعة كم ساعة في اليوم؟ وش البرامج بالترتيب وبعدين ندخل في السلبيات؟ بداية النشيد بالندوة، يعني ندوة مهمة جدا بما أني أنا صراحة حلقة نقاشية، إحنا ما عدنا منتدين تقريبا استخدمت الخمس ساعات او اكثر في اليوم. تمام. الله في عيونك. ما شاء الله عندي يمكن 45 جروب تقريبا. الله يعيننا. وسائل التواصل بالترتيب وايش؟ طبعا الواتساب هو الكينج، وبعده تويتر، بعدين انستغرام، بعدين تويتر، وبعدين بس يعني اكثر شيء هذول. خلاص ما عندك شيء غيرهم؟ ثلاث موجود بس مو ذاك هذا، بس اكثر ايجابيات سلبيات.
كنت تمنيت ان تكون السلبيات مثل ذكر الاخوه يكون في طبيب يبين يعني هذه مفترض يسوون ندوه عن سيد زكريا، مقترح من سيد حسين انه يصير ندوه عن وسائل التواصل ويكون دكتور موجود عن هالشغله هذه وفي نفس الوقت عالم دين بحيث انه يتكلم في هذا. ممتاز سيد حسين، مثل ما ذكروا الاخوه في ايجابيات كثيره حتى اليوم القراءة يمكن حضور البث الإلكتروني اللي يشاهدون أكثر الموجودين. صحيح. يعني لو تروحون البث يمكن الحضور أكبر، هذا يعني إيجابية. ممكن سيد جابر يجينا على أساس نتكلم عن شو اسمه اللي هو البث مو موجود؟ تمام. سيد حسين. تمام مجيل ناخذ آراءكم. تفضل سيد حسين. طبعا التواصل الاجتماعي مثل ما قالوا الأخوة يعني اي خبر اي شيء موجود في القريه في الخارج ايام ما ذكر سيد طه ايام الشبكات الانترنت ما لاحظتوه قبل 15 سنه ما تشوف احد في المواتم، ما تشوف احد في المواتم، وين راح قاعد لي في الانترنت الحين ما يحتاج هو اكو تلفون النت ماله في ايده. السيد اليوم يتكلم يمكن تواصلت فيه فوق 10 اشخاص هو غلط يمكن بس يعني التواصل انت قاعد في الماتم تتواصل. هذه ترى يعني اكثر ما جسمي يغيض الخطباء السالفه استخدام النت طبعا يعني بفارق معين هناك في ناس قاعدين ممكن انه بث صوره معينه والله شيء بس هذه لانه يقول لك انت تشتتني. سيد حسين خلصت؟ اي على العموم نبغى السيد بعد يتكلم اذا ناخذه في النهايه عندنا 5 دقائق ناخذ الاعلامي اعلاميه المأتم مشكورين طبعا جهودهم اللي اشتغلوا فيها في الانستغرام في تويتر كانه ما في عدل في تويتر انستغرام يوتيوب فيسبوك بالنسبه للبث المباشر والاشياء اللي اخذتونها بشكل عام في طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بث المباشر في الماتم بدانا من محرم الفائت ومقارنه باقي الماتم البحرين يعتبر وقت متاخر يعني باقي بدوا قبلنا بواجد بدينا كان عندنا بعض المشاكل الحمد لله تلافيناها مع حلول الآلة الفاطمية تقريبا اليوم في شهر رمضان في أول يومين يعني أنا حسب اللي تابعته كنا يمكن في ماتم تي في اللي هو الموقع المخصص نقل ماتم البحرين الماتم الأول في البحرين في وقت محاضرات السيد يعني كان مشاهدات الأكثر عندنا الحمد لله تمام عندنا شبكات التواصل الاجتماعي بشكل عام الانستغرام 11,000 متابع لمأتم المارخ عندنا في ساند كلاود فوق 20,000 استماع شهريا بشكل او اقل من شهري بعد شهر تمام الحمد لله يعني انا نشوف ان المأتم ماشي صح في اداره الحاله الاعلاميه في وسائل التواصل في وش الطموح نتمنى قبل الطموح في الماتم نتمنى ان باقي المؤسسات في القريه تحدو حذو الماتم شكر الى الجمعيه قاعدين نشوف البرنامج اللي يسوونه اليوتيوبي يسوي ابو الحور اضاءات برنامج جدا جميل وتغيير عن النسق المتداول النمطيه في عندنا يعني اذا انا اتكلم عن يوتيوب بحكم ان انا ازيد اشتغل عليه في عندنا افكار واجد ممكن تطبق التوعيه ما شاء الله بعد رايحين في الفيديوهات والامور تمام بشكل ممتاز جدا نتمنى يعني ان نشوف بشكل اكبر في البحرين بشكل عام برامج افكار اكثر وفي القريه على وجه الخصوص تمام السيد زكريا انا عندي مداخله بسيطه بالنسبه خلينا نخوض شوي في وسائل التواصل منافعه ومضاره بالنسبه للواتساب الواتساب المجموعات اللي في الواتساب هذه لها ايجابيات يعني لا تحصى يعني جمعت البعيد من كل البلدان من كل البقاع جمعتهم في مجموعه واحده على ما ذكروا الجماعه بحيث انهم يعرفون حتى انا الحين وش قاعد اكل انزين انا الحين لما اجي بنشئ مجموعه تشيل 100 شخص هذه المجموعه انا كرئيس مجموعه لازم اكون قد المسؤوليه انا لما اجي افتح مجموعه بتحمل افكار مختلفه فئات مختلفه واشخاص مختلفين يعني نوعا ما نقدر نقول حتى لو كان الهدف اجتماعي بحت وللترابط للتواصل بعد في نفس الوقت المفروض نلتبه إلى هذا المجموعة
ونحط عيوننا عليه بحيث انه ما يصير. يعني بجيب لكم مثال بسيط، انا لو جيت فتحت مجلسي ودعيت مجموعه من الضيوف، دعيتكم كامل، قلت لكم حياكم يا جماعه، عازمنكم انا على القدوع، انا اللي عازمنهم، يعني افكار مختلفه، فيهم الصغير الكبير يعني المتدين وغيره، انا ما يصير اجي احطهم في المجلس مالي واطلع. يعني لا انت ما تدري وش يصير من نقاش، وش يصير من يعني تصير بعدين تنقلب الى سلبيه، يحتاجون قدوه، يحتاجون احد يهديهم، يحتاج احد يشوفهم. فنقطتي اعتقد وضحت ان رئيس المجموعه لازم يكون حاط عينه على المجموعه في كل كلمه كتب، في كل لو تحس انه بينحرف عن الهدف المطلوب لازم تتلاشى هالشيء عشان ما تنقلب سلبية. شكرا. أعتقد وصلنا الختام، باقي دقيقتين سيدنا العزيز، قبل لا تعطي رأيك في ما قيل، ناخذ بس كذي على الهامش بالنسبة إلى المجموعات، في مجموعة من المجموعات سيدنا، علشان لا نطول، مجموعة من المجموعات اللي منتشرة حاليا، عائلة يكون فيها قصدي المجموعة لعائلة يكون فيها الأخوة والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخوة والزوجات والأزواج، هذه الزلاطة، هذا قصدي العائلة عفوا، هذه العائلة بأكملها في هالمجموعة، هل يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الواضح أنه الشرع دائما ما ينظر إلى مصلحة الإنسان ومفسدة الإنسان، على أساس المصلحة يشرع الحلال، وعلى أساس المفسدة يشرع الحرام. فإحنا نجي نقيس هذا فيه مصلحة أو مفسدة، والواضح أن فيه مفسدة أزيد من المصلحة. والظاهر أن الشيخ هاني يتكلم في هالجانب أكثر من مرة وأشبع أنه هذا فيه مشاكل، وصارت في كثير من القضايا اللي أسست وفيها فرقة، يعني هاي العائلة اللي جمعوا في الجروب الواحد وبعدين تفارقوا وصارت في مشاكل كثيرة. اللي احنا ندعو إليه، احنا طبعا ضد الاختلاط بجميع أشكاله، وهذا نوع من أنواع الاختلاط، ولذلك احنا نشدد على أنه الرجال مال العائلة يسوون لهم جروب خاص، والنساء مال العائلة يسوون لهم جروب خاص، انتهى الموضوع. يعني أن يصيروا النساء والرجال داخل جروب واحد، كأنما مثل ما قال السيد هني، إن أنا أجيبهم كلهم داخل مجلس مالي، وما بجيب الرجال والنساء كامل وبخليهم في مكان واحد، لأن هذا مو مناسب. ففيه مشكل شرعي باعتبار المفسد اللي راح يصير، فيه مشكل شرعي واضح يعني باعتبار الاختلاط، وبعدين المفسد اللي وراء الاختلاط فيها مشكل شرعي، ولابد ان احنا نتجاوز هذه المرحلة ونصير على نحن مصر، ما احتاجنا انه يكون اكون موجود في جروب موجود فيه نساء ما بيني وبينهم اي صلة. صح تمام، رأيك في النقاش اللي شسمه؟ طبعا النقاش واجد ممتاز وانا مرتاح منه، وقلت للسيد هذا واجد ممتاز فعلا، لانه تلاقح افكار وفي نتيجه من ورائه، واحنا عرفنا اشياء واجد الان. معك طاح التليفون. تمام. زين، عرفنا اشياء واجد، وعرفت انا من هو في اثناء المحاضره يتكلم في الواتساب مالك. بارك الله فيك. زين، السيد رواني صور بعد، هلا بيك الله بعد. زين، فانا هم كذلك واحد استعمل وسائل التواصل واستعملها بشكل كبير بعد، مثل البعض. انا حنجى في بالي فكره سالفه يوم السيد يتكلم عن مدير الجروب واهميه انه يتابع الجروب، شفت خبر ان في الهند واحد اثنين قتلوا مدير الجروب، طردهم من الجروب وراحوا له مكان شغله وقتلوه. الله يستر. التفت يا مدير الجروب. وفعلا في النهايه انه فعلا تقرب البعيد، الجروبات الموجودة في الواتساب أو أي وسيلة تواصل ثانية أو برنامج تواصل ثاني قرب البعيد، وتقرب البعيد بشكل قريب جدا. في لفتة ممكن نحن نلتفت إليها، لأنه قضية تطريش بعض الصور وبعض الأمور الخاصة، أنتم تعرفون أن هذا سيرفر يروح إلى مكان معين بعدين يصور، يعني في نسخة منه موجودة خصوصا في سناب شات وكثير من
المشاكل صارت. وشفت أنا أكثر من فيديو فعلاً، حتى لو تتمحي على الصورة وعلى الشكل وما شابه، في حين برامج شيل هذه لن تسوي ويطلع الصور، فإذا كان في صور خاصة إلى الأهل إلى الأخوات إلى كذا مشكل. ولو زين احنا بعدهم كذلك نسوي يعني أمر توعوي من هذا الجانب، خصوصا إذا كان عندنا 11 ألف متابع إلى حساب الانستغرام مال الماتم، فلا بد الاستفادة منهم. يعني 11 ألف واحد بيطالع أنت وش قاعد تسوي، مو القضية كم واحد بيسوي لك لايك، قضية 11 واحد، 11 ألف واحد في الكويت أصحاب الحسابات الانستغرام العالية، عشان يجون لهم الشركات عشان يخلون لهم إعلانات في حساباتهم، ويأخذون إعلان أبو 15 ثانية ب 500 دينار كويتي حتى في البحرين. فإحنا لابد أن احنا نستغل هذا الجانب في نشر التوعية، أن عندي ناس راح يطالعون، وعندي ناس يدخلون الانستغرام بشكل يومي، وأنا أعرف بعض الشباب يعيش داخل الانستغرام، يعني حياته كامل داخل الانستغرام، حياته الاجتماعية داخل الواتساب، حياته الاجتماعية داخل الفيسبوك. ما أنا ما أصور لحين ناس يستخدمون الفيسبوك يعني في بلدان ثانية، بس إحنا في البحرين الظاهر هجروه. هم كذلك لتويتر، فاحنا لازم نستفيد منهم بشكل إيجابي في نشر توعية معينة إلى الناس، ما نستخدمهم استخدام سلبي لهم أثر سلبي علينا ولا على الآخرين، وبذلك احنا فعلا استفدنا منه استفادة صحيحة. أما إذا استفدنا منه أبعد من ذلك، خصوصا نفس داخل هذه الحسابات كما أعرف فيها مشاكل، وفيها حسابات سيئة، وفيها حسابات تبث الذنوب والمعاصي وتهيئ الجو عشان هذا الجانب، فاحنا لما نبتعد عنها نستخدمها بالطريقة الإيجابية ونبث فيها توعية معينة وثقافة معينة، فاحنا استفدنا منها بالطريقة الصحيحة. وأحن سير من شوية يقول أنتم لا تستخدمون التلفون أثناء السياقة، والله فعل شغلة جيدة يعني، بس أنا ساعات أسوق أنا مسوي كذي للأسف يعني للأسف إن في بعض الأحيان السوق وأنت عيونك عليه سويها التأكيد. هاي هذه موازيه للحمام اساسا، دخلت الحمام لازم استخدام تلفون في السياره لازم للاسف. يعني نتمنى ان لو يخترعون لنا شغله تسويها تطلع نفس الشاشه في السياره في خاصيه في التلفون انه انت تتكلم ويكتب بس ما ادري يعني هي يعني مدى فعاليه فعاله او لا، يتخربط في بعض الكلام شويه. تمام علشان لا يشوفون كذي نازل. طبعا احنا تعدينا الوقت بتقريبا 7 دقائق، نشكر سماحة السيد ونشكر لجميع المتداخلين في هذه الحلقة النقاشية، وإلى حلقة نقاشية قادمة. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.